بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أبو عمر من موقع جوالك حياتك. كنا استعرضنا فتح الصندوق بتاع جهاز التابلت بتاعنا البرو تاب، هو اسمه برو تاب 26 من شركة بوينت اوف فيو. خلونا بقى دلوقتي نستعرض السوفت وير نفسه. احنا قلنا ان هو شغال بسوفت وير اندرويد 4. هو شغال بسوفت وير اندرويد 4. خلونا نشوف السيتنجز بتاعته. اباوت تابلت علشان نشوف اهو اندرويد 4.0.3. ديت احنا بنضغط عليها علشان يظهر لنا السوفت وير بتاعه. الجهاز بصراحة أداؤه ممتاز جدا، هو بس مفهوش بلوتوث، لكن الواي فاي بتاعه كويس جدا. أنا ما جربتش لسه إن أنا أوصله بيو اس بي مودم، لكن إلى حد ما الجهاز أنا جربته وجربت الأداء بتاعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلينا نفتح كده أي برنامج، مثلا هنفتح برنامج القرآن الكريم، قرآن أندرويد، علشان نشوف الصورة عاملة إزاي في الشاشة. ده القرآن، برنامج القرآن الكريم. خلونا نفتح جوجل بلس. ده برنامج جوجل بلس. خلونا برضو نتفرج على فيديو ليه. ده الفيديو ده كنت انا نشرته على الصفحة بتاعتنا على جوالك حياتك. هو هنا بيطلب مني يفتح عن طريق طبعا برنامج اليوتيوب، بس برضو نشوف الفيديو، عرض الفيديو بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي. وبرضو نسمع الصوت بتاعه. يعني لعلكم تكونوا سامعين الصوت بتاع السماعة، وهحاول ان انا اخليها ورا. الصوت ما شاء الله قوي وواضح، ومكان السماعة نفسه كويس. ده اليوتيوب. خلونا نرجع تاني للجوجل بلس. ده الجوجل بلس. خلونا نشوف مثلا الفيسبوك. طبعا انا ما حاولتش ان انا انزل برامج كتير، لكن يعني معظم البرامج اللي انا نزلتها الحاجات البسيطة اللي الواحد بيستخدمها في اليوم العادي بتاعه. ده الفيسبوك. طبعا اللي محتاجين ان اندرويد تغير منه كتير الفترة اللي جاية ديت عشان يبقى زي الايفون. خلونا نلعب بقى، في ناس بتحب اللعب، خلوني اجرب معاكم مثلا اللعبة دي، انا بعشقها بصراحة. اللعبة ديت ممكن ابقى اشرحها بعدين، بس خلوني اركز في اللعبة دلوقتي عشان ايه. انا بحب الالعاب البسيطة اللي ما فيهاش تعقيد كتير، لكنه كان يعني تجربة، خلونا نجربها سوا.
خلونا نلعب لعبة جديدة، لعبة سباق السيارات. طبعا مين ما بيحبهاش. أنا نزلت بس مجموعة من النماذج، يعني طبعا ما جربتش كل حاجة، لكن نزلت بعض النماذج الألعاب لبعض الألعاب. لا اللعبة دي انا منزلها عشان نجرب السنسور. طبعا بدوس هنا عشان اسرع، بدوس هنا عشان اضرب فرامل. دينا زي ما احنا شايفين كده السنسور بتاعه ممتاز ما شاء الله. اسرع بقى شوية كده. اوعى. بس دي كانت تجربة سريعة بس للجهاز. الجهاز ما شاء الله ممتاز. افضل ما يميز الجهاز ده بقى عن جهاز اتصالات وجي تايد، ان الجهاز دوت نازل له تحديث لاندرويد 4.1 جيلي بين، وده هيبقى الفيديو التالت هوريكم ريفيو ليه بعد ما اعمل له ابديت ان شاء الله لاندرويد جيلي بين. نشوف ايه اللي اتغير وايه المكونات بتاعته ان شاء الله. شكرا واشوفكم في الفيديو التالت. السلام عليكم.